رانيا حبيبتي، يا ريت النهارده بقى تعملي لي مكرونه فرن، بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد، ما يبقاش صايص كده. ها عادل، لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ما بدخل. ايه ده انتي قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكرة بقى، اسلوب الخنصرة والضرب ده مش من اساليبي المفضلة في تنفيذ جيوبك. بقولك ايه، ما تلوعينيش، انا كان في جيبي شوية الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسة وخمسة. على فكرة بقى، الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمة غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهماني، هي 5 جنيه معدنية ولا ايه؟ اه عادي جدا، مش عملوا بجنيه معدن اهو، اتفضلي ده جنيه ده جنيه، يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا، طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده ثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي، المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى، الواضح ان فقدانك الخمسة جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني ما فيش دافع. خلاص، شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي، اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا، ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني 5 جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله، دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده، وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولة هات جنيه افطر بيه كشري دولة بسرعة. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده هتفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دولة، انا جعان يا دولة، هات جنيه بقى بسرعة دولة. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبة الكشري بجنيه ونص؟ هي دولة، لا ما انا بديله العلبة البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعة. يعني بتديله الفارخ؟ لا 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 بلاش كلام فارخ، انا مش هديك حاجة. هي دولة اخر جنيه هطلبه منك النهاردة يا دولة، اخر جنيه بسرعة. ولا انت شكلك مش طبيعي النهاردة ليه؟ هات جنيه يا دولة وابقى طبيعي بسرعة. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا. لا انا عايز جنيه دول، عايز بسرعه. لا لا، انت هتضربني برقبة التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله، الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا، اسهل ليالي. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. وانا جهاز 4، وقتك خلص، تايمز اوفر. ربع ساعه بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم يلا، هجيب لك الفلوس بالليل، انا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح يلا، انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم يا رجاله؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى حبيبي يا رمزي. بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه، نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت، ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غيرك. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها، اوعى تموتني. ها، انا وانت نتحالف ضد مودي، علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل، طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري، شكلك بالداري. امورنا يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد آلات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6، هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، عامل لي فيها شعر الكتروني. جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا، خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين.
عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشط بغيار ولا حاجه. ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدات الاول يا رمزي. انا بنزف، انا بنزف، حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حتتك غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا لا سيبني اعيش. سيبك. جيم اوفر. لا انا مت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت اخدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلاعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلي اهي معايا. ما اقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي، صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخلينا العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفعش. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دوله ابن عمي. ماشي ماشي، بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. شش خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق يا كوتش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعال هنا يا تعال، ده رمزي هنا. ايه ده ايه ده، انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم، عشان انا روحي في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولا دولا حبيبي دولا، انت ايه اللي جابك هنا دولا؟ ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولا وهتبيع بازارك وهطلق ياسمين بنتك. امشي من هنا. هطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. رمزي إيه تعال معايا. يلا انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دول هات جنيه، دول هات جنيه. تعال معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عندنا جلاء. لا انا عايز العب نون بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت اربع مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك اربع مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى تعالى يا ابني تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008، ده عيد ميلاد الفيفا يعني. عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دوله؟ بجد. يلا بينا. يلا. اجي معاك يا رمزي. بس يا زفت. يا عادل حرام عليك بقى، يا عادل هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عم رمزي يا حبيبتي بقى مدمن يعني، هو عيان دلوقتي لان هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر. لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، انا صوابعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما يا ماما، انا مش قادره اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمزي العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى، لحظه لحظه، ده راجل مريض نفسيا وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم، انا اللي هعالجه. دولا 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 يا حبيبي حبيبي، انت دولا
يا ابني يا ابني يا ابني، دي ما دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه يا دوله، اي حاجه، انا دماغها هتتفرتك يا دوله. آه خلاص خلاص، انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دوله، حط الفيشه، حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش، يلا يخرب بيتك. ولا ولا يا دوله، بسرعه بقى، بسرعه دوله بقى. اول حاجه بقى هبتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي يا دوله يعني؟ يعني المرحلة الأولانية الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشة وعندك الكيسة وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دولة، بس ستارتر مان. الستارتر ده أساساً بتاع اللمبة النيون يا غبي. ماشي؟ تاني مرحلة بقى افهم، تاني مرحلة هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولة، أنا عايز درعايات، أصلاً الماوس ده بيزفلت من إيدي يا دولة. ياد انت بتلعب بصابونه ياد. تالت حاجه بقى يا سيدي هشيل لك الشاشه وتلعب بالكيبورد من غير شاشه. ايوه دول، بس انا كده بقى مش هشوفهم وهم بيموتوني وانا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون اعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس انك انت عرقان وانك انت متوتر وبترتعش وكانك متلك. فهجيب لك انا بقى بطانيه وام كلفتك في البطانيه دي جامد جدا، تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك؟ تصحى الصبح تبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي دول، ماشي، بس بسرعه بقى دول بقى، نبتدي بقى دلوقتي المرحله الأولانية. أمال يالا بتلعبها إزاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا ابني. حط الفيشة، حط الفيشة بسرعة، حط الفيشة. قلت لك حاضر.